انا بدات جمباز من يوم ما بابايا الله يرحمه بدا هو جمباز. انا بعتبر نفسي كده. بابا والدي الله يرحمه استاذ دكتور علي عبد الرحمن، علامه من علامات الجمباز في مصر، كان بطل مصر في الجمباز وبطل دولي ولاعب منتخب. وكان هو اللاعب في نادي التوفيقيه وكان المدير الفني ساعتها في نادي التوفيقيه. انا اتولدت بعد كام يوم نزلت الملعب مع والدي بلف اللفه يعني. فانا اعتبر بدات الجمباز من عمري من 45 سنه. فمن سنين كتير وانا في الجمباز. انا بدات في نادي التوفيقيه والى الان بكن للمكان ده كل تقدير واحترام، بس انا من يومي اهلاوي. اهلاوي واهلاوي صعب، بحب النادي الاهلي جدا. قعدت العب لغايه مرحله سنه 95 96 في النادي الاهلي في نادي التوفيقيه. والدي الله يرحمه انتقل للشغل في احد الدول العربيه في احد الجامعات كاستاذ جامعه. وهو ساعتها قرر ان احنا ننتقل للنادي الاهلي لان هو امن مكان ياتمن عليه وجودنا كلاعبين، ولاعبين عايزين نؤمن مستقبلنا ووجودنا في المنتخبات يعني. فجيت هنا حتى افتكر دي كانت لحظه فارقه يعني. النادي الاهلي ما ينفعش في رياضه الجمباز غير العضو يلعب. انا دفعت العضويه وخدت الريسيت ورحت بيه البطوله. يعني خرجت من الخزنه، وكان ساعتها تسجيلات مفيش كمبيوتر في البطولات بيدوي. سنة 96 كانت بطولة منطقة القاهرة للجمباز كانت في نادي الصيد. خدت الإيصال بتاع العضوية وحطيته في الاتحاد، سجلوني باسم النادي الأهلي. أسعد لحظات حياتي. اليوم ده أنا جبت فيه 6 ميداليات منهم 3 ذهب. المواقف الصعبة 2003. رحت لعبت دورة ألعاب أفريقية في نيجيريا. الظروف هناك كانت صعبة أوي. جدا. أنا من الدفعة اللي جالها الملاريا. أول واحد دخل المستشفى. وكان 8 أيام صعبة يعني، 8 أيام قضيتهم في المستشفى صعبة. تقريبا خسرت نسبة كبيرة من وزني. مفيش رجوعي للجمباز كان عندي إن أنا محاذير إن أنا أرجع للجمباز بعديها لمدة 3 شهور ما ألمسش جهاز، ما أعملش ضغط على الأرض. رجوعي بعديها للجمباز كان صعب جدا، بس ربنا سهل. في خلال 4 شهور رجعت ولعبت بطولة افريقيا ولعبت دوري العاب عربيه في الجزائر وسافرت بطولة عالم بعديها في 2005. وربنا كرمني لغايه لما اعز بقى بطوله على قلبي بطولة اعتزالي. دي كانت لحظه صعبه قوي عندي، ان انا كنت قبل البطوله بفتره انا كنت مقرر انا هعتزل في البطوله في مصر، ومصر كلها شايفاني وهعتزل وانا واقف على المنصه باخد الميداليه واحنا بنكسب ومصر بتكسب وانا باخد الميداليه هعلن اعتزالي. وده اللي حصل. الحمد لله اسرتي كلها كانت موجوده، اسره الجمباز كلها اللي هي طبعا تعتبر اسرتي الكبيره موجوده. كل افراد الجهاز الفني ساعتها في النادي الاهلي كانوا موجودين. مدربي الاساسي هو ما كانش ساعتها عضو في الجهاز الفني المنتخب، اخويا الكبير دكتور احمد علي، هو مدربي واستاذي في الكليه في نفس الوقت كان موجود. كانت لحظة فارقة جدا وكانت لحظة صعبة، بس أنا كنت ساعتها قررت إن أنا أعتزل لأن وصلت لسن 30 وده صعب حد يوصل في المجتمع عندنا في مصر لسن 30 وهو لسه بيأدي جمباز. والحمد لله كان ترتيبي في المنتخب الأول وعلى البطولة كلها الرابع وحصان القفز من الثلاثة الأوائل، ومنتخب مصر خد المركز الأول وكنت كابتن الفريق في البطولة دي، أعز بطولات على قلبي. بس الجمباز نادي الاهلي ده حياه يعني من ساعه وجودي انا من 27 سنه كلاعب يعني. الحمد لله بفضل ربنا 11 موسم او 12 موسم متوالي بفضل ربنا على طول اول تاني تالت في البطولات اللي هي ايه المحليه والدوليه على طول. الحمد لله نتائج افريقيه وعربيه ما تعدي يعني، الحمد لله ما نعدش يعني. بالنسبه جه الجيل اللي بعديه كان عندنا لعيبه كتير كويسين يعني، الحمد لله ما فيش مرحله عدت الا وعندنا لعيبه في المنتخبات سواء على مراحل الناشئين او الفريق الاول. فاحنا الحمد لله النادي الاهلي يعني داعم جيد واساسي لمنتخبات مصر سواء في البنين او في البنات، قطاع الرجاله قطاع السيدات، في الجمباز
على مدار السنين من يعني من ساعه ما انا بدات داخل جدران النادي الاهلي الى يومنا هذا. يعني احنا كان عندنا اتنين لعيبه بيمثلونا في بطوله العالم، وفي بنت جميله اسمها ندى كانت لسه بتلعب في كاس العالم في فرنسا قبليها بشويه، غير بطوله افريقيا، غير البطولات الدوليه، غير بطولات كؤوس العالم بتعمل في مصر. فاحنا الحمد لله رب العالمين، يعني احنا عندنا قصه نجاح ماشيه بصفه مستمره. فريق الدرجه الاولى الحمد لله انا جت فتره مسكت منتخب مصر ثلاث سنوات، يعني رجعت بعديها النادي الاهلي تاني، بنينا فريق درجه اولى جديد وربنا كرمنا الحمد لله، وكسبنا الموسم اللي قبل اللي فات وكسبنا الموسم اللي فات. نتطلع ان شاء الله ان احنا نكسب الموسم ده كمان مره عشان تبقى باذن الله ان شاء الله المره الثالثه. يعني احنا بنجتهد وبنسعى وعلى الله التوفيق، بس احنا الحمد لله دايما بنسعى ان احنا نبقى في الصداره. كيان النادي الاهلي ده كيان مفيش كلام يفيه حق، نادي عظيم، وكل من مر على رئاسه او عضويه مجلس اداره النادي الاهلي هو شخصيه عظيمه، كيان كبير بيرقصه الاسطوره كابتن محمود الخطيب كابتن النادي الاهلي على مدار التاريخ ورئيس النادي الاهلي الحالي، بنقول له بالمناسبه حمد لله على السلامه. كل من يتحدث داخل جدران النادي الاهلي سواء في الاعلام او سواء بتصريح او سواء احد مدربي الفرق تشعري ان هو رجل دوله. ده اللي احنا بنتربى عليه داخل جدران النادي الاهلي. دولتنا مصر دوله كبيره. النادي الاهلي نادي كبير جوه دوله كبيره زي مصر. وجدير ان هو يمثل مصر بكيانه وقيمته المعروفه على مستوى العالم. نادي الاهلي ما ينفعش اقول بحبه، لا، هو نادي الاهلي حياتي جوه النادي الاهلي، وعشقي وعشق ولادي جوه النادي الاهلي واسرتي، انا حياتي جوه النادي الاهلي. يكفي ان انا اقول لك ان انا حياتي في النادي الاهلي.